أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على استعدادات السلطة المحلية في حضرموت والمهرة وسقطرى لمواجهة الإعصار المداري الذي من المتوقع أن يضرب المحافظات الثلاث ابتداء من اليوم. أشارت توقعات الأرصاد إلى ارتفاع أمواج البحر لسواحل مناطق حوف والمحيفيف ونشطون وبعض مناطق حضرموت الشرقية مع اقتراب العاصفة المدارية من الشواطئ اليمنية. وذكرت تقارير أن تأثير الأعاصير سيبدأ اليوم في الجهة الشرقية والشمالية الشرقية من جزيرة سقطرى وسيبلغ ذروته يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى أن تأثير العاصفة على المهرة وحضرموت سيكون يومي السبت والأحد. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: ما هي الإجراءات والاحتياطات التي اتخذتها السلطة المحلية في المحافظات للحيلولة دون وقوع خسائر مادية وبشرية جراء العاصفة؟ وهل اليمن قادرة على مواجهة عصير الطبيعة المتزامنة مع الأعاصير السياسية التي تعصف بالبلاد؟ قبل النقاش نتابع وإياكم هذا التقرير. عودة مرتقبة لأعاصير البحر التي من المحتمل أن تضرب الشواطئ والجزر اليمنية، وكأن عصير السياسة التي تعصف باليمن ليست كافية. توقعات الأرصاد تشير إلى ارتفاع أمواج البحر لسواحل مناطق حوف والمحفيف ونشطون وبعض مناطق حضرموت الشرقية مع اقتراب العاصفة المدارية من الشواطئ اليمنية. التقرير أوضح أن تأثير الأعاصير سيبدأ اليوم في الجهة الشرقية والشمالية الشرقية من جزيرة سقطرى وسيبلغ ذروته يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى أن تأثير العاصفة على المهرة وحضرموت سيكون يومي السبت والأحد. وبالتزامن مع هذه التوقعات أقرت السلطة المحلية في أرخبيل سقطرى بدء تفريغ حمولة باخرة نفطية جنحت قبالة الجزيرة قبل وصول العاصفة المدارية. وبحسب مصادر محلية فقد بحث اجتماع للسلطة المحلية الإجراءات الكفيلة بتفريغ حمولة الباخرة المقدرة ب 500 طن من مادة الديزل إلى خزانات المؤسسة قبل وصول تأثير العاصفة. ووجه الاجتماع مصنع برايم بشراء جميع الأسماك الموجودة في سفن الصيادين لتجنب تكبدهم الخسائر. وبالعطف على ما سبق، فإن تداعيات إنسانية وبيئية جديدة محتملة أن تحل خلال الأيام القادمة، وهو أمر من شأنه مضاعفة مآسي اليمنيين المبتلين بحرب الداخل والخارج. انضم إلينا من حضرموت حسين العمودي الراصد بالجوي بغرفة الأرصاد والإنذار المبكر هناك. أرحب بك أستاذ حسين. دعنا بداية نأخذ لمحة عن طبيعة هذه العاصفة المدارية التي من المتوقع أن تضرب الأراضي اليمنية. شكرا جزيلا لكم على اتصالكم ان شاء الله، وتشير اخر تحاليل للخرائط الجويه وصور الاقمار الصناعيه. تمركز الاعصار المداري لبان على خط طول 57.7 درجه شرقا وخط عرض 10.8 درجه شمالا، ويتحرك بسرعه تتراوح ما بين 65 الى 70 عقده شمال غرب الى غرب من بحر العرب، ويبعد 430 كيلومتر عن سقطرى و950 كيلومتر عن مدينة المفلا. ومن المتوقع أن يتحرك نحو السواحل لمحافظة المهرة وحضرموت ابتداء من السبت ويشتد الأحد والاثنين، وتستمر التأثيرات للثلاثاء بأمطار غزيرة إلى متفاوتة الغزارة على المناطق الساحلية وأجزاء من الأودية والهضاب. ولذا نحذر غرفة الأطفال جميع المواطنين في محافظات سقطرى والمهرة وحضرموت بتخطيط الاحتياطات اللازمة من تأثيرات متوقعة للحالة المدارية، وذلك بتدفق السحب الرطامية وصول أمطار المتفاوتة الغزارة تبدأ يوم السبت وتصل ذروتها يوم الأحد والاثنين خلال الأسبوع المقبل، مصحوبة بهبوب رياح نشطة واضطراب البحر. ومن المتوقع ان يتراوح ارتفاع الامواج ما بين 6 الى 10 متر بالمياه الاقليميه لبلادنا. كما نحذر جميع الصيادين ومرتادي البحر بالمياه الاقليميه من شرق خليج عدن وبحر العرب عدم الابحار
فعل التأثيرات الحالة المجارية. كما ندعو الجهات المعنية في اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة التأثيرات المحتملة للإعصار المجاري وذلك خلال فترة من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء. عن غرف الأرصاد الجوية والإنذار المبكر. تفضل أخي. نعم أستاذ حسين، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا ورحب بمن ينضم إلينا من سقطرة عبد الله بداهن الناشط من هناك. أستاذ عبد الله، كيف هو الوضع الآن في سقطرة في سياق الاستعدادات لاستقبال العاصفة المدارية؟ أولا مساء الخير. بالنسبة للوضع في سقطرة ولله الحمد إلى الآن ليس هناك من آثار، ولكن بحسب الإرصاد الجوي والنشرات والمتابعة وفرق تعقب مسار العاصفة أو الإعصار تشير بأنه ستبدأ التأثيرات المباشرة بإذن الله إذا ما لم يكن هناك تغير لمسار الإعصار. من ظهيرة يوم غد تبدأ التغيرات في الأجواء وغيرها، لكن التأثير المباشر سيكون من صبيحة أو من ظهر يوم السبت. بالنسبة لفرق أو بالنسبة للتجهيزات والإعداد لمواجهة آثار الإعصار والعاصفة، فهو على مستوى السلطات المحلية تم تشكيل غرفة عمليات من قبل المحافظ بقرار رسمي وتكليف العميد صالح السقطري وهو وكيل المحافظة برئاسة غرفة عمليات وبالتنسيق مع قوات التحالف الموجودة على الأرض وهي القوات السعودية وكذلك القوات المسلحة وقوات اللواء الأول مشا بحري. وتم تشكيل عدة أطقم عسكرية بمناطق مختلفة من الجزيرة نظرا لانقطاع الاتصالات في أغلب مناطق الجزيرة المتفرقة والبعيدة عن العاصمة حبيبو لرصد غرفة العمليات بالمعلومات والتواصل مع الأهالي إذا سمح الله وحصل هناك أضرار ولمعرفة المعلومات أول بأول، لأننا في المرحلة أو في الإعصارات السابقة ولأنه الإعصار الرابع الذي يضرب سقطرة منذ أو خلال 3 سنوات، وهذا كون لدى السلطات المحلية وهي التي لا زالت نفسها تدير الأمر يعني، فتكونت لديهم خبرة و في التعامل ويعني تدارك لبعض الأشياء التي فاتت في الماضي مثل الاتصالات وغيرها. كذلك تم الجلوس مع الأشقاء الإماراتيين بالنسبة للجانب الخيري لمن يمثلهم من أبناء الجزيرة، وتم التعاون بالنسبة لوضع أو لوضع الحواجز التي تصد بعض السيول، وكانت الآليات تفتح منذ يومين بعض الأماكن المغلقة التي ربما تغير مجال السيول إلى اتجاهات تضر بالمواطنين. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد الله. أعود إليك أستاذ حسين. في سياق المقارنة ما بين العاصير المدارية السابقة أو العواصف المدارية السابقة التي ضربت هذه السواحل، سواحل المطلة على البحر العربي، هل هي أقوى أم أضعف فيما يعني ترونه إلى الآن؟ يعني عندما نتحدث عن أعاصير مثل تشيبالا وميكونو. والله أخي إذا تشيبالا كان أقوى من هذه الأعصار لبنان من ناحية قوتها، فتشيبالا بلغ قوتها درجة الانتهاء الرابعة. أقوى العاصير من أعصار لبنان، فهذه أعصار لبنان الفئة الثانية في لبنان، الفئة الأولى بدار من الفئة الثانية. العاصير تحرك بحركة بطيئة، يعتبر هذا أعصار العام للدرجة الأولى.
وتقريبا سرعته من 60 الى من 50 الى 70 عقده، ويعتبر من الفئه الاولى. وخلال 48 ساعه يتطور الى الاعصاب الدرجه الثانيه. وعندما تتابعه من اليابسه ان شاء الله تعالى بيكون يضع حدته بيكون عاصفه مداريه او منخفض مداري عريض. يضرب اليابسه. يعني ان الفئه الاولى هي تكون ابطا من الفئه الثانيه عاده العصير. الفئه الاولى تكون اقل، هو الاعصاب الخامسه، الفئه الاولى، الفئه الثانيه، الثالثه والرابعه والخامسه. فهذا الاعصاب اللي بالي الان من الفئه الاولى حاليا. طيب في سياق أنه يبعد حوالي 430 كيلومترا عن سقطرة و750 كيلومترا عن حضرموت، هل هذا يعني أن هناك احتمالية أكبر لضربه لسقطرة قبل حضرموت، أم أن الإعصار يمكن أن يأخذ مسارا مختلفا في لحظة ما؟ حسب اللي عندنا البيانات أن الإعصار بيمر ما بين سقطرة وظفار والمهرة، ما بين سقطرة وظفار المهرة، معناها بيكون في تأثيرات لجزيرة سقطرة، تأثيرات بس غير مباشرة لجزيرة سقطرة. بيمر بجنب سقطرة وجنب ظفار في سلطنة عمان ومحافظة المهرة، بيتحرك بيدخل إلى خليج عدن. طيب حسنا، تفضل بالبقاء معي أستاذ حسين، سنعود إلى الوضع في حضرموت بعد قليل. بالعودة إليك أستاذ عبدالله بداهن، هل ترى أن هناك استفادة من التجربة السابقة فيما يتعلق بالتعامل مع العواصف المدارية التي مرت على محافظة سقطرة في الاستعداد لما يمكن أن تشهده المحافظة أو الجزيرة الآن؟ نعم، بطبيعة الإنسان فهو تتكون لديه تراكمات معلوماتية وخبرة من كل من أي ناحية يمكن أن تمر عليه بأكثر من مرة. هذه طبيعة بشرية، ولذلك بالنسبة لسؤالك يعني تكونت حتى لدى عامة الناس، أعتقد بأنه سيكون أفضل من أي مرحلة. وللملاحظة بالنسبة لحالات في الإعصارات الماضية، لحالات يعني الخسارة البشرية لعدد المتوفين، يعني كان في آخر إعصار 19 شخص. فكل الحالات التي حصلت، وأنا كنت شخصيا ضمن غرفة العمليات لمتابعة الإعصار وضمن غرفة العمليات التي كانت في الإعصار الماضي، فكانت كل الحالات التي يعني الأشخاص الذين قضوا غرقا أما عن طريق السفن الراسية والقريبة من الميناء، أو عن طريق أشخاص عبروا بسياراتهم على أماكن سيول جارفة وخطيرة. وهذا يدل على أشياء، منها يعني عدم الوعي الكامل بخطورة الأمر وعدم التصديق وأخذ الملاحظات والأوامر والتنبيهات التي تصدر من أجهزة الدولة المختلفة، من الإرصاد مرورا بالثروة السمكية بالنسبة للصيادين إلى الجهات الأمنية والسلطات المحلية التي تصدر بيانات عادة قبل أي عاصفة أو إعصار. وهل ما لديها من إمكانات كافية أستاذ عبد الله؟ هل يعني في سياق ما تم الإعلان عنه إمكاناتهم كافية للتجهيز لمواجهة هذا الإعصار قبل حدوث أضرار كبيرة؟ نعم، بالنسبة ل إعلان يعني الحاجة الكافية أو يعني ما يمكن أن تحتاجه يعني في المرحلة المقبلة إذا ما اشتد الإعصار، إذا فعلا ضرب المناطق التي وسار على المسار الذي نتوقعه أو هو ما هو عليه الآن، فتعرفون جميعا أنه لا يمكن في
في اليمن عموما وفي سقطرة خصوصا منطقة نائية ومحافظة ناشئة وكل شيء صعب حتى على مستوى الإيواء الأولي لمن يمكن خروجهم أو نزوحهم من الأماكن الخطرة، حتى على مستوى الإيواء الأولي كخيام وغيرها. بالنسبة لسقطرة صعب جدا أن نقول يوجد حتى بنسبة الربع مما نحتاج، أمر لا يمكن أن يكون للأسف يعني متوفر. نعم. أن نقول كل الاحتياجات والاحتياطات المتوفرة، وهذا أمر عام بالنسبة لليمن وتعرفونه جميعا بأن اليمن تعيش في مراحل صعبة وهذا مؤسف جدا. وبالنسبة للأشقاء الذين يمكن أن نعتمد عليهم بعد الله سبحانه وتعالى، يعني تتصل هذه الأمور للأسف بعد يعني الأضرار، بعد سماع الأخبار، بعد وصول الصور التي لا يمكن أن تنفع بعدها للأسف. يعني يفترض أو ينبغي على الجهات المانحة والمساعدات أن تصل أحيانا الأشياء الضرورية كالأدوية وك يعني ما يمكن، وأن يكون هناك نوع من الاستعداد لإيصالها في الوقت المناسب حين وصول هذه العاصفة. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ عبد الله. أعود إليك أستاذ حسين العمودي، في سياق الوضع في حضرموت، هل هناك يعني ما مدى حجم الاستعدادات أو التأهب؟ هل هناك حالة من التأهب في سياق أتحدث في يعني على مستوى الناس وكذلك أن يعني المواطنين، لا أتحدث فقط عن السلطة المحلية، هل هناك مستوى من حالة التأهب فيما يتعلق بالتعامل مع هذه العاصفة؟ نعم في حالة مستعدين لها في محافظة حضرموت من قبل السلطة المحلية والمواطنين، وفي استعدادنا في هذا الجانب في الصحة وفي والجيش الجيش في مساعدة ثانية ومساعدة الناس في لا سمح الله في أي حاجة تحصل من هذه الحالة المدنية. وعمل أمس الأربعاء اجتماعا استثنائيا من مركز الاستعدادات اللازمة لمواجهة الإعصار لبان الذي تسكر في بحر العرب، وناقش الاجتماع الذي تراسه النقطة العسكرية الثانية اللواء الركن عوضان سالم عوضان رئيس لجنة الطوارئ لمواجهة الإعصار ونائبه اللجنة العام للمدرسة جيلة المكلم عند عوام أحمد بن هايل تذكر عدم القيادات الأمنية كيفية الاستعدادات المواجهة لأعصار الواحد إنجاز سيارة الإسعاف وإنشاء غرفة عمليات مشتركة وغرف طوارئ فرعية وتقسيم مدينة المكلم ثلاث مربعات يتم تنظيم في هذه المربعات مورد واحد أثناء جريان السيول. إذن تمنيتنا للقاطنين هناك من السكان بالسلامة وأن تمر هذه العاصفة بأكبر قدر من يعني بأقل قدر من الأضرار على المواطنين. أشكرك الأستاذ حسين العمودي الراصد الجوي بغرفة الأرصاد والإنذار المبكر، كنت معنا عبر الهاتف من حضرموت، وكذا الأستاذ عبد الله بداهن الناشط السياسي كنت معنا عبر الهاتف من سقطرة. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في أمان الله.